مرحبا أصدقائي، معكم عبد الرحمن الشلال، حياكم الله. أكيد الكل شافوا المواقع التواصل الاجتماعي حكت عن تجربتي من المخبز إلى مبرمج في شركة نمساوية. فيلا أصدقائي نتعرف على باقي تفاصيل الرحلة. طبعا قبل لا أبدأ بالفيديو أحب أشكر مجموعة بيجات عراق كيكرز الإعلامي والإخباري على دعم ونشر هذا المحتوى وإيصال الرسالة إلى الشباب والبنات. أتمنى إذا كانوا عندك أصدقاء متخرجين وواصلين إلى مرحلة ويحتاجون إلى هاي المعلومات والطريق إنه شلون وصلنا ونجحنا، فأتمنى إنه تشير هذا الفيديو إلى، سواء كنت تتابعني على اليوتيوب أو على الإنستغرام، أو تعلق وتسوي له تاب وتجيبه تقول له تابع هذا المحتوى، يمكن يكون هاي المعلومات تفيدك وتوصل للنجاح اللي هو وصله. راح نتكلم ان شاء الله حول التغطيه، انه شلون وصلت، شلون اعلنت عن نفسي، شلون انه كنت احفز بنفسي وانه ما كنت استمع للاراء السلبيه اللي دار مداري حتى لو كانت من الاهل، يعني لربما لان هذا اصبح واقع حال انه اللي يتخرج ما راح يلقى تعيين، فانت مجبور انه تستمر بالاعمال اليدويه او الاعمال الاخرى او تدور على واسطة انه توصلك للتعيين. هنا في الدول الغربية ماكو شيء اسمه واسطة، هي الواسطة اللي تخليك تنجح وتقبل هي المواد العلمية اللي درستها والخبرة اللي انت بيها والمعلومات اللي انت تمتلكها وايضا اللغة الانجليزية اللي انت تجيد. صعب عليك تتواصل معهم باللغة العربية، لازم تكون عندك لغة ثانية اللغة الانجليزية، ولازم تكون بروفيشنال خاطر من خلالها تحصل لك مقعد تعمل بيه وتطور من مهاراتك العلمية. من يوم تخرجك إلى هذا اليوم أتمنى أنه تستمر بالمواد اللي درستها وتختص بمجال معين، يعني مثلا لو كنت أنت في قسم العلوم حاسبات فهناك الكثير مثل الـ IT Support، الهاردوير، السوفتوير، البرامج، البرمجة، أيضا في قسم الإحصاء، إدارة أعمال، كل قسم أو كل كلية إلها لازم تخصص أنه تختص به وتواصل نفسك وتطور نفسك عن طريق الجوجل، تشوف شنو المواد الحديثة، شنو الابديت اللي صار، شنو الشركات اللي تحتاجها في الوقت الحالي، لأنه مستحيل أنه أنت تكلم منهم انه انا خلاص والله خريج فلان شهاده واتوقف وهذا هو ما عنده اي انجاز، هنا ما حد راح يريدك، هنا ما حد راح يقبلك، اكون صريح وياك. فانت لازم شو تسوي؟ تطور من مهاراتك العلميه خاطر تكون ايضا داعمه لك بالسيره الذاتيه وتكون داعمه لك يعني رصين قوي لك في الشركات عندما تعلن. يفضل انه تعلن نفسك بسيره ذاتيه احترافيه بروفيشنال عن طريق تسويها ببرامج الادوبي الاستريتر وتتصدرها الى PDF، ويكون ويفضل باللغه الانجليزيه وليس العربيه، بها عده امكانيات وراح نسوي لها حلقه خاصه ان شاء الله نحكي بها عن السيره الذاتيه شلون نكتبها وشنو الاشياء اللي ممكن نضعها وما نوقع بالخطا. طبعا انا مستحيل انه اغطي لكم جميع الرحله والمعلومات في فيديو واحد، لازم نسويها عده فيديوهات، فاتمنى ان تتحملوني وتعطون الصبر همين، ونستغل ايام كورونا عندنا احنا هنا بما انه انا اعمل هوم اوفيس لحد 4/1 ارجع اكون بالدوام، وان شاء الله اصور لكم المكان والبنايه اللي انا بيها والناس وطريقه التعامل، وايضا خاطر يكون عندكم فد معرفه وكميه من المعلومات. فاتمنى اذا ما كانت عندك اللغه الانجليزيه قبل تبحث على الانترنت بالجوجل دورات باللغه الانجليزيه وتحفز نفسك وتسوي امتحان وتحتفظ بها، لان هو هذا هو سلاحك ايضا مع الشهاده اللي انت دارسها، سواء اذا تريد تعمل بالدول العربيه او بالاجنبيه، الانجليزي ضروري 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 جدا. ايضا راح نتكلم بحلقه خاصه شلون انه اعرف هذه الشهاده مالتي معترف بها او لا، سواء انا كنت خريج كليه اهليه او حكوميه. انا خريج كليه اهليه، كليه الرافدين بشارع فلسطين بغداد، واعترفوا بها بدون ما اقدم اي امتحان وعادلت الشهاده. ليش؟ لان المواد اللي درستها في كليه الرافدين كانت هي نفس المواد اللي موجوده في النمسا بالنسبه لقسم علوم حاسبات، اما بالنسبه لبقيه الاقسام فانا لا عندي علم بها. شلون راح تعرفها؟ من خلال الجوجل، تسال الجوجل وراح يجاوبك وراح يطلعك على النتائج. اذا كانت مواد ما دارسها يفضل انه تدرسها عن طريق اليوتيوب او عن طريق الجوجل، هنالك مجموعه من المواقع الالكترونيه تدعمك وتوصلك للشيء اللي تريده وتعطيك ايضا شهاده. ايضا يا اصدقائي راح يكون هذه الفيديوهات تنزلها يوم محدد، راح نخليها ان شاء الله يوم السبت الساعه 7 مساء بتوقيت بغداد، الساعه 5 بتوقيت اوروبا، خاطر انه اهيئ لك واكتب لي دائما الاسئله مالتك خاطر احضرها واجيبها لك في مقدمه الفيديو القادم. لا تضيع الوقت يا صديقي وتخلي الوقت يفوتك ويداهمك، حاول من اليوم انه تبدي تراجع المصادر اللي درستها، تقارنها بالدول الاخرى، تبحث عن الشركات اللي تختص بمجالك، واتمنى انه انتم ايضا بكل قسم او بكل كليه تختص بمجال معين، يعني انت تعرف وتركز عليه وتعطي الخبره اللي بيه.
يعني لو كنت انت مثلا خلال هاي الفترة انه من تخرجت الى هذا اليوم واشتغلت مثلا في شركة ما اذا كانت اهلية او حكومية، حاول انه يكون عندك شهادة عمل بيها، شهادة خبرة بيها وترجمها للغة الانجليزية. اذا كنت انت مثلا محترف في برنامج معين، اذا سواء مثلا كنت على الحاسبات على الاجهزة الطبية مثلا عندك فد مشروع سويته، يفضل ايضا امن للغة الانجليزية خاطر تضيفها بالسيرة الذاتية، لان هم يريدون انه انت مستمر وفعال بالقسم والدراسة اللي انت درستها. مو اني والله تخرجت وضميت شهادتي ومخلصة كلها بوبجي، اتمنى انه ما يزعلون علينا ويريدون انه يتعينون كبروفيشنالية. هذا الشيء يعني فيري فيري امبوسيبل، يعني مستحيل يعني انت تعرف. فاتمنى ايضا انه تنتبه للدراسه اللي انت درستها وتطورها، لان حرامات اهلك تعبوا عليك ووصلوك، انت همين لازم شويه تساعد من نفسك، ها، وتقول اليوم كذا كذا. عوفنا انه خلاص انه انا والله قدمت تعيينات وماكو وما اعرف شنو. احنا كلنا نعرف ان الواقع مر وسيء، لذلك انا واحد من الناس اللي تخرجت واشتغلت في فرنسا مون. ما راح اطول عليكم بالفيديو يا اصدقائي، راح اسوي لايفات مع بيج عراق كيكرز. اذا عندكم اي اسئله تقدرون تضعوها يمه، وان شاء الله هو راح يحاورني بعده لقاءات، ونسوي ايضا لايفات بالصفحه بالوقت اللي انتم تكونون جاهزين وموجودين بيه. اتمنى هذا الفيديو ما يوقف عندك، تشيره لجميع اصدقائك اللي عندك المتخرجين واللي بعدهم ما متخرجين، وان شاء الله نتواصل الى اكثر واكثر واكثر، وانه شلون نعرف يا هالشركه اللي هي مناسبه الى شهادتي. اتمنى لكم يوم جميل ويوم سعيد، وحياكم الله، ونشوفكم ان شاء الله بالفيديوهات القادمه. اخوكم عبد الرحمن الشلال، جدا متواضع، اي شخص يسالني على الخاص راح اجاوب.